من قتل دون الدين فهو شهيد. قف كي الدين كسو الدفاع على دلوا شهيد. ومن قتل دون أهلي فهو شهيد. أهل كيس قف كي أسو الدفاع على دلوا شهيد. عمل كان إلهي سبحانه وتعالى وحكوت المامي الدون كان عمل لقصة ما متكو خير بدل إنه يو إلهي سبحانه وتعالى كوت المامي إلهي سبحانه وتعالى وحقران كيس كوش هاي ددك اللي قد للجهاد كفي سبيل الله إلهي وحو يرددك واد انتان لها إني ذنباب أنا دي واد انتان ليرا ملا أنقلا محاد عاي إلهي وحو يرو من يقتل في سبيل ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات ددك أن إلهي جد كيس اللي قد لي واد دد انت هدهنا لمن يقتل في سبيل الله أموات هدهنا واد دد انت إلهي سبحانه وتعالى ليهي محاد عاي بل أحياء عند ربهم يرزقون وعدد نال إلهي أكتسى لك أرزقه إلهي سبحانه وتعالى إلهي واحد أغاتين ددك الجهاد ككل انتو إيا ددك سبا إسكت انتو سيدان كلا إسكت انتو هديد انتانا قد لقد دوغن سنة سكمد هين أغادة معادة عاي عالم ليرا عالم البرزق أو ميل دحاقه يا ددك إسكت انتو هوي جوغان لا إلا قيامة بونك لغا عفوفو ماشاسي جوغان عالم كلا أو جنة يا نار لبدا ميت أنقنا هي جوغان لكن ددك كل انتجاد في سبيل الله اهو ددك سوى قدبان الهي عرش جيسة اي مالنتي دنتاني اهو يانان هبانكي هدي هبان دنتان مالنتي ماشي سوى يانان الهي سبحانه وتعالى وحلاهي بل عند رب احياء عند ربهم يرزقون الهي اكتسى لغا ارزغي وادد انتها دينا وعاد اغاتين هدي الدقال لغجر وحاليرا الحرب سجال وعير النبي عليه الصلاة والسلام حكوش هاي دقال كنو يو ودا ميسي انا قلد عنا مرجبي قلد عنا مرجبي مركاس وحو يري والعاقبة للمتقين عربت لما هذيانا دادك حق كسوغن او إلهي كبغاي اسوغناتي دادك مجرمين تا او دادك اسلام كاللاي نايو نبي عنا عليه الصلاة والسلام او نوغا هدلي نبي عليه الصلاة والسلام وحو يري سياغ رجو في آخر الزمان قوم يحسنون آخر الزمان كو حصابي حضر نبي عليه الصلاة والسلام أقوام حدثاء الأسنان دادو دي يرتهي دادو دي يرتهي حلولة جهدا عيق نفتو دو مركيس أركانين داد ير ير يهين أو أضياشي نبادونا دي علوم دي واوين دو علم التغيين وحكال السعودية سان أرقي للي ير 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 لغل دي يهين وحي لبحان الشباب محيو لبحان نبي عليه الصلاة والسلام ير حدثاء الأسنان واد دادو دي يرتهي سفهاء الأحلام وانا الدبالو ير نبي عليه الصلاة والسلام واد دقلنا محاد عاي قفك عقلك السليم كالي وحن لقد دعا كارينا لقد دعا دعيي مركاس النبي قحر عليه الصلاة والسلام داد دبالة عقلكو دي سفهاية هاي نبي قان عليه الصلاة والسلام حويري حديث كاس مركو كنت الماما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم قرآن كي أخريان كالحماها نما نافسيسنا كالحماها كما جرو وعاد أركيسا أن أيها القرآن كلا أخرنا أدل لسنا النبي عليه الصلاة حديث كلام حكيري حديث كرتان لما يستر النبي حكيري فأينما لقيتم فاقتلوهم مال الله ماشي كأركتم كدل النبي عليه الصلاة والسلام دت كدل وحوس بنادى ورلاه أكتيس أجر أقص بنادى النبي عليه الصلاة والسلام حكيري أمد دوا هادون فرقة يحسنون القيل دوا هادون يرقيل كهذا الكون عجنايان ويسيئون الفعل فعل كودن حيه فير قول كلا وناجيو الى درتي سنه جهادينا اي يرهن كتاب كلا لو دقم يرهن حد ما حيا له مركه وحا يالو اني كتابك الهي ولا لو دقم لهاين اي كانان دد مساجد كسوبخو صلاه دي صبح سو دكدي اما صلاه دي مغرب سو دكدي جد لو قال لا باب ما كان ما هي تي مركه وا قول كلا وناجنا لكن فعل كلا حمي يحسنون القيل ويسيئون الفعل تلماما نبقى كو تلمام وحا كميدا يدعون الى كتاب الله كتاب كلا ددك او ييران وليس منهم في شيء ايغنا هل حبك ما هاستان ورنبق عليه الصلاه والسلام كتاب كلا وعي كهاستان مله نبقى عليه الصلاه والسلام يقرؤون القران يحسبون انه لهم وهو عليهم وعي املان كتاب كلا ددك ان القران كي كتاب كلا يقوليهن ايغا دوشادو حجكو ورنبق عليه الصلاه والسلام ايغو مالك قيامه هاستا دك سداس ونبغ نو شيغاي خليقي اصحابتي صوبخان علي بن ابي طالب دكي دلاواي عثمان بن عفان دكي دك دلي كوسو كيه واي دكاس مانت نه دختاغن نبغنا علي صلاه والسلام قرني كقرني اني صوبخان ونبغ علي صلاه ونو شيغاي الى مسيح الدجال كو اوغو دبياهو
أي أصحابتي سنقض دونان وحال ربا مركا أرنتان وعمل وناكسن دادك إيمانك الضعيف كالوهو هدي داد لقدي لواد ضعيفان أصحابت النبي حديقة صغاد عليه الصلاة والسلام النبي قال عليه الصلاة والسلام إلهي أدونك مكينين وقفك فضل بدن إلهي مكينين أصحابتي سي أو ما تكفل لبدن أصحابك فضل بدن إلهي أدونك مكينين وهي قبصة سو ما أجدين النبي قال عليه الصلاة والسلام أسوأ تاجن إن الدك لا جري جبو عرري أو النبي قال إيه الدك ير هرتي كصهران أو هرتي النبي عليه الصلاة والسلام طبعا طبعا الدك لو قل لاي إلى النبي ممكن تبي لقى سو قارة مده حيس لقى جبية كوفي ذي برتا وهاست مده حلوق جبية برتا النبي قال قشري أو نس حابي الكيس وقصو سيبي أو النبي عليه الصلاة والسلام إلكتي سل الجبية أو النبي فرتي س مارتي أي ما وع سو قارة دك السلام والله أجيها إن النبي قال لقى كلا عرري إن لا جبو حمان ماهن لما جبين هذا واحد جبي ما جرى لكن واحد يقال جهدا دتك حاجة ما ركتي آه واحد ما جرى تل ضعيف كأم واد إلا جبي جبي دعاب ماهن وعن إدلا مركة خير الله يدسيه نبي كان عليه الصلاة والسلام أصحاب تيسال السورة الدورية سلال السورة الدورية صحابي قال له جرى أن نكلي را صحابي عبا أن النبي أدير كيس أو هاي أن حمزة ابن عبد المطلب حمزة ابن عبد النبي أدير كيس سوى هاي وعلى يروى سيد الشهداء دتك الشهيدي سيد كذا واي سيد كذا مالك قيام مرك الله تجا أنت شهيدي علن كو قاد دانا علن كا مرك ورد أنت سهل يالي بير كيس على سب هي مركاس الناقو عنتي أفرس قال هذا لسعتي جر كيس على جر جري أسيج أصحابي مشي كل دمتي ما هي سمان واي كدك تن سنك يدقي يحمله سيف وناكسنا دن يجورانة كل كسمان سن يدق دق قال هذا markaasii qorti surteen haweenkii ay dhaga dhaga ka sameysteen ma kala aadeen waa dadka dadku ku sharafta badnaay meeshaas waxa ka dhacay hore ma islaamku u baabay mujrimiinta ma hore u guuleysan maya maxaa dhacay al harbu sijaal waxa jiro wax la yiraahdo imtixaan imtixaankana dadka iimaanka leh qalbigooda ku sii xoogaysto iimaan in la yeesho la rabaa nabiga naxaliis salaatu subhanahu wa ta'ala sheegay haddii la kulmiraa qoladan quraanka akhriyay oo dadka kitaab kale ugu yiri ayaguna kitaabka golmara nabigu markuu ka hadlay muxuu yiri calayhi salaatu wasalaam la in atradtuhum haddaan gaari lahay la aqtulannahum qatl caad waxaan u dili lahaa oo dili sidii reecaad loo halaagay reecaad sidii loo halaagay waa sidee reecaad ilaahay subxaana wa tacaala sidii u halaagay waa qoomamka dhulka lagu halaagay ku ugu halaaga darnaay sidaas loo cadaabay nabigu dadkii la jiris oo dhibay sidii ula dirire ma dhahayna dad hortiis la laay oo ilaa cadaab samada ku soo dejiyay sidii loo halaagay inuu halaago nabigu tamaniyay hadduu asiga la kuu nabigu la kulmi lahay maxaa markay ku tusane inaad dilkooda dagaalkoodu wax kasta ka fadli badan yahay oo camal oo hadda adduunka lagu sameeyo oo xataa gaalada nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi hum sharrul khalqi wal khaliqati makhluuqa gaala iyo kuwa mahada aqliga leh kuwan aqliga lahayn ayaga ka shar badan uu yiri nabiga calayhi salaatu wasalaam sidaa darteedu nabigu wuxuu u tamaniyey inuu hadduu nabiga tamanina calayhi salaatu wasalaam inuu la dagaalamo laayo annaga barka waa fursadaasaan haysanaa waxaa la rabaa marka dadka iimaanka leh waxa looga baahan yahay in qalbi qawiya yeesho war feere nima wuxuu feere waxaan ka tusaale idiga soo qaadana qofka hamigiisa iyo awooddiisa waa iskeenaan hami in la yimaado la rabaa haddaa qalbigaagu daciif yahay boqol haddaa tahay shan nin kuma aadin haddii qalbigaagu xoogan yahay boqol nin adoo toban waa ka soo hartiin hal ninaa wuxuu sameey wuu ku dhaartay inuu qabiil boqol nin ka dili doono boqol oo ku dhaartay isagoo keligiisa isagoo qabiilkii keligii uu la jamhadaynaay sagaashan iyo sagaal uu dilay sagaashan iyo sagaalkii markuu dilaa markii dambe isagii la dilay halkii isagii markii la dilay aa qabiilkii nin ka mid ahu lafihiis iyo meel yaallo oo haraatimo ku dhuftay markaasii laf ka mid iyo mudday lafihiisii aa ninkii la haraatiyo dhintay markuu dhintay kadib uu ninkii boqolaad dilay oo fiirso waa niyadiisa meeshu ga ogow qofka niyo xoogan hadduu la yimaado xataa hadduu baadil kula yimaado inuu socotaa laga yaabaa laakiin waxaa la rabaa dad iimaan leh oo wanaagsan wuxuu rabo ilaahay waa ka aqbalaa inaan cibaado yeelanaa la rabaa in ilaahay subxaana haddii dad baadil oo dad xaq wada iska hor yimaadiin waxaa xoog badanaad niyo kastuu la yimaado ninka baadilka wataa xaqa xoog badanaa burburina laakiin haddii la noqdo dad daciifiin oo iska niyad xun wax la qaba karaa ma jiraan waxaa la rabaa marka nabigeena calayhi salaatu wasalaam waa uu na siiyey adduunkan imtixaan ummaddana maxaduu alle imtixaamay
waxyaabaha dadka lagu imtixaamay ka mid yihiin lama rabo marka dad hebel ah la qaadaa meydkooda meel la geeyo asxaabtii nabiga jirkoodii la jarjaraa la qaaday dad ka mid ah toddobaatan saxaabi oo nabiga cali saxaabtiisa ka mid ah ay qolo yiri noo soo dir qur-aan hana baraane markii uu yimidaana halaageen eber ka dhigeen nabiga cali salaatu wasalaam saxaabtiisa muu fadhiisteen uma fadhiisan waxaa la rabaa marka ilaahay subxaana wa tacaala la tala saarto waxa uu ahaaye qofka hadduu dhinto jasadkiis waa turaabta laga sameeye waa ciid ciiddan bal aduu garaaca ulu ku mudmud maxay ku tare waxbad ka tare mehe wax ay ka tarayso ma leh maxaad la rabaa qofka bini-aadan wuxuu shaqsi ku yo oo ku nool yahay oo wax fahma oo wax garan waa ruuxda ruuxda haddii la siibo waa caqligale wax fahma waa ruuxda waa xanuunsana waa ruuxda ayada haddii la siibay jannada aado jasad qofeeda meeshan lagu jiijiida muxuu gala wuxuu galaa ma leh laakiin waxaa la rabaa ilaahay subxaana wa tacaala la tala saarto intaanu haddii si toos u dhaqaaqdo waxay ka soo hartaa wax allay wax shaba waddanka jooga waa ka soo hartaa waxaa la rabaa markiis ilaahay subxaana wa tacaala inaad tala saaranno nin saxaabi ah saxaabta ka mid a yaan dagaalkii xudmugii nabiga laga cararay fiiri jabku waa min allay wax ka yimaado iyo xeelo darro nabiga mugii xad uxud looga cararay maxaa looga cararay nabiga ciidanoo buur gadaale gaas wuxuu yidhi ciidankiinnu meeshaan jooga gaalada markaa iska hor nimaado haddaan jibinay cararaan ha soo diginaha haddiina jibiyaanina raacdeeyaana ha soo diginaa meeshiina jooga maxay sameen marka waxay sameeyeen markii gaaladii la jibiyey waxay yidhaan gaalada haddiiba la jibiyey la qaniimaysanaa meesha maxaa ka haynana waa soo degeen markii soo degeena daba kaceen kis yar ninkii ciidanka loo dhiibay iyo wax yara ku ag haray aa nin iyuu soo wareegtay maanta o dhan fiirsanay ciidanka buurta saaran inuu dhabarjibin ka keeno maanta o dhan uu soo wareeganay maguu ciidanka arkuu noqonay markii dambe wuxuu ogaadeen buurtii laga degay kadib dhabarjiban ayuu ku keenay oo dadkii meeshii jooga gistii ku hartay ayuu soo laa asxaabtii gadaal ka soo galay markaasaa nabigii ku yimideeno keligii meel taagan waxay raag taagan yihiin maxaa dhaca marka dhibkaas waxaa keenay waa amar qaadasha la-aan haddii la kala amar qaado waa waxa idiin roon inaad sida laydiyiili rabo adigoon dhibtoon laydi yeelo waxaa la rabaa in soo tago guryahayna yimaado dadkayna birbiraayo xoolahayna qariimaysto dumarkayna addoonsado waxaad ogaatiin inuu shabaab ku tashto ina dumarka qabiilkaana la addoonsanaa addoonsi waxaa la yidhaha naagto idoo lagugu xirin kuu xalaala sidaasinu uu shabaab ka go-aan ku qaatay waxaa la rabaa horeyna waa u go-aan kuwa ugu jirta laakiin waa uu iska dhigaa dad dadka islaam ka aaminsan qaarkiisu muga hore ka dhiga oo waxba ka jirin in dumarkayna la addoonsado hantigaayna la bililiqaysto dhulkaayna dad kale lasoo dejiyo waxaa la ogyahay soomaaliya meelo ka mid a dhuli lahaayeen ina dad kale dejiyaane ansaar waa yiriheen sharaf darri nala kuma baran yaan sharaf darri nala ku baran maanta wixii ka bilowdo waxaa la ogyahay qabiilaad kale dadii ka qabteen inay maalmahan meelahaas ceelbuur iyo galhariiri geynaayn lahayn xawaadlaan wadnaa dadii qabiilaad kale ka wadeen maxaa u geey in xawaadla dadkan ka cabsanayana u geydi haddana maantay waxaa jiro kala amar qaadasha la-aan darteed inuu soo dhiirahaayo ilaahay subxaana wa tacaala ha laga baqo qofkii ku dhintaa nabigeena caliy sal slam wuxuu yidhi man qutila duuna diinii fahuwa shahiid qofkii diinkaasoo difaaca la dilo waa shahiid waman qutila duuna ahlii fahuwa shahiid ahalkiisa qofkiiasoo difaaca la dilo waa shahiid waman qutila duuna diinii fahuwa shahiid duuna maalii fahuwa shahiid qofkii diinkiisoo difaaca wax allay wuxuu bini aadamka u ah muxtaram u ah oo dhan ilaahay subxaana wa tacaala ilaahay dadka agtiisa wuxuu ilaahay xurmo uga siiyo dhan qofka soo difaac hadduu ku dhinto waa shahiiduu nabigu yidhi shahiidnimana camal dheedheer lagu helo maahan waa janno noo timida jannadaasina ka faa'iidaysanaa la rabo wasalaamu calaykum.